أهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من العربية. نفتح معكم عددا من الملفات الدولية والإقليمية، وهذه هي العناوين. بريطانيا تبدأ غدا توزيع 800 ألف جرعة من لقاح كورونا من خلال 50 مستشفى. قبل أيام من القمة، أوروبا تراجع علاقتها مع تركيا وانتهاكاتها شرق المتوسط. 13 رصاصة في وجهه، رواية إيرانية جديدة حول مقتل فخري زادة. نائب تونسي يتهم داعمي النهضة بتجنيد تونسيين وإرسالهم للقتال في سوريا. أهلا بكم. البداية من ملف كورونا. قالت السلطات البريطانية إن هناك خططا لإيصال لقاح كورونا إلى مختلف مناطق المملكة المتحدة. الإعلان يأتي بعد أن تم إرسال لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة الأدوية فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية إلى مستشفيات بجميع أنحاء البلاد في حاويات شديدة البرودة. المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أشار إلى أن الدفعة الأولى من عمليات تسليم اللقاح ستصل إلى المستشفيات، وسط توقعات بأن يتوفر اللقاح في حوالي 50 مستشفى بإنجلترا اعتبارا من يوم غدا، وسيطرح حوالي 800 ألف جرعة من اللقاح خلال هذا اليوم الذي أطلق عليه وزير الصحة البريطاني لقب يوم النصر. كما ستبدأ اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية أيضا في عمليات تلقيح في نفس اليوم. Just incredible, actually. Obviously, I can't hold them in my hands because they are minus 70 degrees. But to know that they are here and we are amongst the first in the country to actually receive the vaccine and therefore the first in the world is just amazing. I'm so proud. وينضم إلينا من لندن الزميل مصطفى زارو مراسل العربية. أهلا بك مصطفى. 800 ألف جرعة من لقاح كورونا الجديد، هل يمكن أن تضعنا في الصورة حول معايير توزيع هذا اللقاح، الأولوية لمن، ما هي القطاعات التي ستحصل عليه مبكرا؟ قبل فترة وضعت الحكومة خططا استراتيجية لبدء عملية التلقيح بمجرد الموافقة على أي لقاح يقي من شر فيروس كورونا. بالطبع الأولوية هي لكبار السن، وخصوصا أولئك الذين يتجاوز أعمارهم 80 عاما، سيتم اختيار هؤلاء. بالطبع البداية ستكون محدودة جدا، لكن أغلبية الناس سيتم تلقيحهم العام المقبل خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المقبل. وبالطبع الخطة التي وضعتها الحكومة، وهي وضعت أولوية لأولئك الذين يجب أن يتناولوا هذا اللقاح، كما ذكرت كبار السن أكثر من 80 سنة، أيضا من هم في دور العجزة، وأيضا العاملون في قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية. تم توزيع هذه الدفعة الأولى على مختلف المستشفيات في المملكة المتحدة، وستبدأ عملية التلقيح غدا. بالطبع أولئك الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفى يمكن الانتظار حتى السنة المقبلة بدايتها. بالطبع وأولئك الذين
هم في أمس الحاجة إليه، وخاصة أولئك الذين يعانون من مضاعفات أو أمراض مزمنة هم الذين يتلقون هذه الجرعات الأولى. نعم، هل ممكن أن تقول لي وصفت مصطفى ردود فعل الشارع البريطاني؟ يعني وزير الصحة وصف هذا اليوم بأنه يوم نصر تاريخي، ما هي ردود الفعل وهل سيكون اللقاح إجبارياً؟ ردود الفعل متباينة، هناك نسبة كبيرة يعني رحبت بهذا اللقاح الذي سيتم تناوله من قبل عامة الشعب البريطاني، ولكن هناك فئة لا تزال تشكك، تريد أن تنتظر عملية التلقيح، وإذا ما كانت هناك أي مضاعفات لأولئك بالطبع لا أحد يعرف كم ستدوم المناعة الجسمانية لأولئك الذين يتلقون هذا اللقاح، والعمل جاري لبدء حملة لتشجيع الناس على أخذ هذا اللقاح، وخاصة هناك يعني مجموعة تقوم بدعاية بأن يجب أن لا تأخذوا هذا اللقاح لأنه ربما ستكون لهم مضاعفات، وخاصة أولئك من يشككون أيضا في هذا الفيروس. الحكومة يعني منذ فترة وضعت هذه الاستراتيجية، وأيضا لن تجبر أحدا على أخذ هذا اللقاح، لكن هناك نية من خدمات الصحة الوطنية لإصدار بطاقة بأن شخص ما تناول هذا اللقاح، وهذا يفتح مسارا آخر، خصوصا وأن هناك حديث عن إصدار جواز اللقاحات ربما إن لم يتم يعني أخذ هذا اللقاح. نعم. سواء فايزر بايوتنك أو لقاحات أخرى سيتم الموافقة عليها، ربما سيتم إجبار هؤلاء لأخذها، وربما منع سفرهم أو حضور يعني أحداث وارد معينة. كل هذه الأفكار. الزميل مصطفى زارو مراسل عربية من لندن، شكرا لك مصطفى. هذا وقال مسؤول في شركة بايونتك الألمانية للأدوية إن شحن اللقاحات كوفيد 19 لكندا قد يبدأ في غضون 24 ساعة بمجرد موافقة السلطات الصحية الكندية على اللقاح، ومن المتوقع أن يكون اللقاح الذي طورته بالاشتراك مع فايزر أول من يحصل على الموافقة في كندا، على الرغم من أن البلاد وقعت صفقات توريد من 7 شركات مصنعة للقاح. أفادت وسائل إعلام يونانية أن حادثا خطيرا وقع بين فرقتين تركية ومصرية خلال تدريبات ميدوزا المشتركة بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في البحر المتوسط. ووفقا للتقارير فإن فرقاطة تركية حاولت يوم السبت الماضي دخول منطقة تدريبات داخل المجال البحري المصري ورفضت الانصياع لطلب مغادرة المنطقة. وحسب قناة أوبن تي في اليونانية فإن الفرقاطة المصرية أوليفر هارزارد بيري اندفعت فجأة نحو السفينة التركية في محاولة للتصادم، لكن قضبان السفينة التركية انسحب على الفور ولم تحاول سفينته الاقتراب من منطقة التدريبات مجددا. يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي حضوريا في بروكسل صباح اليوم أزمة الشرق المتوسط ضمن قضايا عدة أخرى. وقالت وسائل إعلام يونانية إن أثينا ستطالب الأوروبيين بفرض حظر للسلاح على تركيا ضمن إجراءات أخرى بسبب ممارستها في شرق المتوسط. وذكر مصدر دبلوماسي أوروبي أن المباحثات تمهد للقرارات التي قد تتخذها قمة الاتحاد يومي الخميس والجمعة، والتي قد تشمل عقوبات على تركيا. وهذه صور مباشرة من بروكسل لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والذي سيبدأ بعد قليل، وعلى أجندته عدد من القضايا المهمة تتعلق بالتوترات في شرق المتوسط. وهناك من يتحدث وفق تصريحات أوروبية سابقة عن نية فرض عقوبات في القمة الأوروبية المقبلة التي ستعقد يوم الخميس والجمعة المقبلين. هذا الاجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
الأوروبي هو اجتماع تمهيدي يتم فيه طرح بعض التوصيات، ربما هي ليست ملزمة بشكل رئيسي للقمة، ولكن هي اجتماعات ستعبر بشكل واضح عن النوايا التي تفكر فيها أوروبا، وهي واضحة وفقا لمصادر إعلامية عديدة. كما قال منسق الاتحاد الأوروبي بأن أوروبا عازمة على فرض عقوبات قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل على تركيا في تطور خطير، بعد أن ألمحت الاتحاد الأوروبي بأنه أعطى فرصا كثيرة لتركيا لمحاولة التعامل مع العديد من القضايا الخاصة بانتهاك الحدود مع قبرص واليونان، وأن تركيا لا تستجيب. وهذه صور مباشرة للعربية من بروكسل، حيث توافد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحضور هذا الاجتماع التحضيري للقمة المرتقبة يوم الخميس والجمعة المقبلين. ينضم إلينا من بروكسل الزميل نور الدين الفريدي مراسل عربية. أهلا بك نور. ستبدأ الاجتماعات على ما يبدو بعد قليل، هل من بيانات صحفية، هل من معلومات حول طبيعة ما سيدور في هذه الاجتماعات اليوم؟ صباح الخير رشا. صباح الخير. الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيف بوريل أدرج نقطة أزمة الشرق المتوسط في جدول أعمال الوزراء للتعرف لتبادل وجهات النظر حول تطور المواقف خلال الشهرين الماضيين، أي منذ أن قدم الاتحاد الأوروبي على مستوى القمة حوافز مشجعة في اتجاه تركيا، ومدت القمة يدها في اتجاه القيادة التركية بحوافز إيجابية في مقابل أن تنسحب تركيا وتستجيب وتحترم مقتضيات القانون الدولي ومقتضيات سياسة حسن الجوار. لكن الأوروبيون طبعا لهم آراء عدة، وتتفق تقريبا في أن سلوك تركيا كان سلبيا طوال هذه الفترة، لذلك فمباحثات صباح اليوم ستمهد العقوبات التي قد تتخذها القمة الأوروبية. الإطار القانوني والإطار السياسي لهذه العقوبات، هذه مسائل فنية على مستوى الإدارة الأوروبية، هذه مجمع عليها منذ أشهر. بقي أن في هذا الاجتماع اليوم سيبحث الوزراء طول أو حجم قائمة العقوبات، ما هي القطاعات المستهدفة. نور، هل يمكن أن تضعنا في الصورة وفقا للمعلومات المتاحة لديك في الأروقة، ونعلم أن لديك اتصالات تجريها في أروقة هذه الاجتماعات، ما نوع هذه العقوبات نور؟ تعلم أن هذا السؤال مطروح بشدة. نعم، العقوبات ستكون الأغلب ستكون عقوبات قطاعية ستستهدف المسؤولين والكيانات النشطة أو التي تقوم بتلك النشاطات غير القانونية في مياه قبرص والمتصلة خاصة بنشاطات التنقيب هنا. لكن هناك مسائل تتعلق بتكنولوجيا الطاقة، بالاستثمارات في قطاع الطاقة، هناك شركات تأمين تؤمن حركة هذه السفن، هذه السفن أحيانا تتوقف في بعض الموانئ الأوروبية، كل هذا مدرج. وقبرص في حد ذاتها قدمت منذ أسابيع قائمة في أسماء والكيانات التي تراها مسؤولة عن انتهاك سيادتها. هذا من ناحية. هناك أنباء اليوم أن اليونان تقدمت بطلب لفرض حظر أسلحة على تركيا، وهذا التطور ليس بالسهل. نعم، اليونان تطالب منذ مدة بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى تركيا، واليونان يعني تقريبا تحس بنوع من الخيبة من ألمانيا، لأن ألمانيا لها صفقات أسلحة، وخاصة صفقة كبيرة لتزويد تركيا بغواصات متقدمة، واليونان طلبت من ألمانيا رسميا أن تلغي هذه الصفقة، وألمانيا لم تتجاوب معها. ألمانيا تمثل المزود الأول للأسلحة لتركيا بعد الولايات المتحدة. سنتابع نور، خاصة أن هناك تصعيد من هايكو ماس وزير الخارجية الألمانية بالأمس اتجاه تركيا وروسيا، كانت له تصريحات تعد
قوية وتتخذ موقفا مختلفا أو ربما قويا من تركيا. نبقى معك نور، ولكن سنذهب إلى ملف آخر، حيث يبدأ الادعاء البلجيكي اليوم تحديد المتهمين الذين سيمثلون أمام محكمة النقد، وذلك بعد أكثر من 4 سنوات من التحقيق في قضايا التفجيرات التي شهدتها بلجيكا في مارس عام 2016 بتدبير من تنظيم داعش. كما سيتم تحديد عدد آخر من المتهمين بالمشاركة غير المباشرة في التفجيرات لتحويلهم إلى المحكمة الجنائية، وهم 13 متهما. وكانت بلجيكا شهدت في 22 من مارس عام 2016 تفجيرات إرهابية استهدفت المطار وإحدى محطات المترو، راحت ضحيتها أكثر من 30 شخصا فيما أصيب المئات. وهذه صور أرشيفية لهذه التفجيرات التي تمت. نعود مرة أخرى إلى زميل نور الدين الفريدي من بروكسل. نور، هل يمكن أن تقدم لنا بعض المعلومات عن عدد المتهمين في هذه القضية؟ هل هم تحت الاحتجاز؟ هل هي اتهامات وهم لن يكونون في قفص الاتهام إن صح التعبير؟ هم خارج السجن؟ أعطي لي بعض المعلومات. نعم، لو سمحت دعيني في البداية القول أن هذه المحاكمات تتم في نطاق ما يسمى هنا غرفة الاتهام، في حوار ونقاش بين القضاة والمحامين وممثلي الضحايا، وهم تقريبا 650 طرف مدني تقدم بشكوى لأنه تضرر من تلك العمليات. هذه العمليات أدت إلى قتل 32 مواطنا في تفجيرات المطار وإحدى محطات المترو، وأصيب أكثر من 342 مصابا في تلك العمليات في 22 من شهر مارس 2016. في هذه المحاكمات التمهيدية يناقش القضاة مع الأطراف الأخرى إن كانت التحقيقات قد انتهت 100%، إن كانت هناك نواقص يجب ملؤها، إن كانت هناك تحقيقات مكملة، وفي نهاية المشوار الذي سيدوم من اليوم حتى 18 من هذا الشهر يتمكن القضاة في النهاية من عملية الفرز القانوني وفق البيانات والتحقيقات والأدلة المادية من هم المتهمون الذين سيحالون إلى محكمة النقض التي تشارك فيها عادة هيئة من المواطنين أي من المدنيين المحلفين، والآخرين الذين سيحالون للمحاكم الجنائية، وربما البعض قد يفرج عنهم. المتهمون عددهم الذين هم في قفص الاتهام 13، تقديرات الأولية بين 6 و8 سيحالون إلى محكمة النقض، بمعنى أنهم مشاركوا مباشرة في تفجيرات. هم تم القبض عليهم نور أم أنهم خارج السجون؟ وأيضا لا، هم قيد الاعتقال منذ تلك الفترة، دعنا نقول منذ 16، وهم من بين هؤلاء 6 شاركوا مباشرة في تفجيرات باريس في 13 نوفمبر 2015، وشاركوا مباشرة في الإعدادي وتنفيذي، والبعض منهم في تنفيذي تفجيرات بروكسل 2016. أشكرك نور على كل هذه المعلومات. زميل نور الدين الفريدي مباشرة بالتفجيرات. نعم، والبقية ربما يحالون إلى المحاكم الجنائية. تفضل. نعم، سنبقى معك ونحن نشاهد توافد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. كنا نشاهد منذ قليل هايكو ماس يدخل إلى قاعة الاجتماع، وشاهدنا من قبله أيضا جوزيف بوريل المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية. هايكو ماس على الهواء يتحدث على ما يبدو في تصريحات صحفية تسبق هذا الاجتماع، وكان قبله أيضا قد وصل جوزيف بوريل المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يسبق القمة المرتقبة الخميس القادم. أهلا بكم من جديد. بدأ وفد سعودي يضم عددا من الوزراء زيارة رسمية إلى العراق. الوفد السعودي يترأسه وزير التجارة ماجد القصبي، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات ومؤسسات وقطاعات حكومية، فضلا عن وفد تجاري واقتصادي يضم أيضا عددا من الشركات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. ويبحث الوفد السعودي تعزيز العلاقات بين السعودية والعراق في مختلف المجالات.
وينضم إلينا من بغداد زميل ماجد حميد مراسل عربية. أهلا بك ماجد. هذا الوفد ربما زيارته تأتي في إطار زيارات متتابعة منذ الشهر الماضي لوفود سعودية ومتبادلة مع الجانب العراقي. ما هو جدول أعمال هذا الوفد؟ نعم، الوفد السعودي وصل إلى العاصمة العراقية بغداد. تمثل هذه الزيارة أهمية كبيرة، حيث سيتم البدء بعدد من المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع المجلس التنسيقي السعودي العراقي، خاصة بعد افتتاح منفذ عرعر. هناك وفد توجه من مطار بغداد الدولي بشكل مباشر إلى منطقة بسمايا، حيث سيتم إنشاء المدينة الرياضية المهداة من قبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب العراقي. سيقف الوفد على آخر الإجراءات والمنطقة التي تم اختيارها من قبل الحكومة العراقية. كذلك هناك اجتماع الآن بدأ برئاسة وزير المالية الذي يمثل الجانب العراقي، وكذلك وزير التجارة ماجد القصبي من الجانب السعودي. ووفد آخر يجتمع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. سيلتقي الوفد بالرئاسات الثلاث. سيكون هناك لقاء مع رئيس الوزراء وكذلك رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. سيفتتح رئيس الوزراء العراقي كذلك اجتماع مهم لرجال الأعمال للجانب السعودي والجانب العراقي. أيضا ستكون هناك نقاط مهمة سيتم التوقيع عليها، حيث ستقوم المملكة العربية السعودية بتمويل مشاريع في محافظة الديوانية بقيمة 25 مليون دولار، وكذلك سيتم إنشاء مشروع آخر بقيمة 15 مليون دولار في منطقة الصقلاوية في محافظة الأنبار. ستستمر الاجتماعات إلى مساء هذا اليوم. سيتم أيضا مناقشة تفعيل التبادل التجاري من بعد افتتاح منفذ عرعر. كذلك سيتم مناقشة افتتاح منافذ حدودية جديدة ما بين المملكة وبغداد، خاصة منفذ إجميمة في محافظة المثنى. كذلك سيكون هناك اجتماع مهم بين رجال الأعمال من الجانب العراقي وكذلك الجانب السعودي. بعد ذلك يكون هناك افتتاح للملحقية التجارية للمملكة العربية السعودية هنا في العراق من قبل الجانب السعودي والجانب العراقي. الاجتماعات أيضا ستركز على استفادة الجانب العراقي من التمويل الذي تم منحه من قبل المملكة العربية السعودية وقيمة 2 مليون دولار من خلال مؤتمر المانحين الذي عقد قبل 3 سنوات تقريبا في الكويت. يعني هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة بأنه العراق والمملكة العربية السعودية بدأوا يطبقون ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة للمجلس التنسيقي ما بين الجانب العراقي والجانب السعودي. نعم، الزميل ماجد حميد مراسل عربية من بغداد، شكرا لك. تعددت الروايات الإيرانية حول مقتل العالم النووي محسن فخري زادة، وآخر المعلومات كشف عنها مسؤول عسكري إيراني قال إن استهداف فخري زادة تم برشاش آلي تم التحكم به عبر القمر الصناعي. المسؤول بالحرس الثوري الإيراني أضاف أن الرشاش كان مزودا بكاميرا قربت صورة الهدف قبل أن يتم إطلاق 13 رصاصة باتجاه وجهه، وأشار أن الرشاش كان محمولا فوق سيارة رباعية، وكان الهدف إصابة فخري زادة وحده دون إصابة زوجته التي كانت على بعد 25 سنتيمتر فقط. المسؤول الإيراني جدد التأكيد على استخدام الإنترنت وخدمة الاتصال عبر القمر الصناعي للتحكم في الرشاش الآلي.
وينضم إلينا من لندن الأستاذ وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني. تحياتي سيد وجدان. نحن أمام روايات متعددة تتعلق بمقتل فخري زادة، هل هو نتيجة نقص المعلومات لدى إيران أم أنها محاولة لحفظ ماء الوجه لمحاولة التكتيم على حالة من الفشل والاختراق الأمني وربما خيانات أيضا؟ صباح الخير لك ولمشاهديك الكرام. ليس الاحتمالين فقط، وإنما قد يكون هنالك احتمال ثالث، وأعتقد أنه هو أكثر وارد، وهو موضوع الاختلافات الموجودة في داخل المؤسسة 16 الأمنية في إيران. هنالك 16 مؤسسة أمنية في إيران، وهذا يدل بأن هنالك اختلافات موجودة في داخل هذه المؤسسات الأمنية، كما هو الاختلاف موجود ما بين الأصوليين وما بين الإصلاحيين، كما هنالك اختلاف ما بين الجيش والحرس الثوري، اختلاف ما بين استخبارات الحرس الثوري والاستخبارات الإيراني. لذلك تشعب أجهزة الأمن في إيران وكثرتها، وهذا أيضا هو بسبب سياسة من بيت المرشد من أجل السيطرة على هذه المؤسسات والجيش والحرس، حصل التقسيم في هذه المؤسسات. وهذا يعزز أيضا الرواية التي تقول بأنه يمكن استقطاب عناصر في النظام بسبب هذه الاختلافات وبسبب هذه الصراعات. أنا من وجهة نظري هذه التناغم في التصريحات يأتي في إطار الاختلافات الموجودة ما بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكل واحد منهما يريد القول بأنه. طب إذا تحدثنا في الرواية الأخيرة التي تم الإعلان عنها الآن، مسألة أن تكون هناك 13 رصاصة من رشاش آلي تصوب نحو وجهه وبجانبه زوجته ولا تصاب، وفي رواية أخرى قيل أنه خرج أساسا من السيارة، من الناحية العقلانية والمنطقية هل يتسق هذا السيناريو؟ أتصور أنه المقطع الفيديو الذي نشر لحظات بعد مقتله، وكما يبدو أنه تم تصويره من قبل مارة كانوا قريبين من على الحادث وصوروا هذه المشهد، ينفي كل الروايات التي تقولها الجهات الأمنية والمسؤولين في إيران، واعتقد أنه هو خير دليل على ذلك. الاستهداف أتى للسائق والحارس بجنب فخري زادة ومقتل فخري زادة، وصور وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. أعتقد أنه هذه هي أغرب رواية، أنه قد تكون هنالك حصل تفجير حين وصول سيارة فخري زادة، ومن ثم توجه إليه المنفذون وقاموا باغتياله واغتيال الحرس الذي كانوا بجنبه. توجه إليه، هل تعني بهذا التعبير أن هذا الهجوم تم عبر مجموعة من المسلحين؟ قاموا بالهجوم وليست الرواية الخاصة بأن التفجير تم عن بعد؟ نعم، وهي الرواية الأولى التي حدثت بأنه كانت هنالك روايتين بأنه هنالك 7 أشخاص كانوا من قاموا بهذه العملية، وأيضا البعض الآخر قالوا أن هنالك 9 أفراد. وأتصور أنه هذه الرواية هي أقرب للواقع من موضوع أجهزة الرشاش الآلي. هذه التقنية هي موجودة وتملكها إسرائيل وتملكها بعض الدول، هذا وارد جدا، ولكن أعتقد أن بالإضافة إلى الرشاش الآلي وبالإضافة إلى التفجير الذي حصل بكل تأكيد أنه وبهذه الدقة والأهمية لابد من التأكد من مقتل فخري زادة. والمقطع الذي نشر بعد مقتله يؤكد هذه الرواية أكثر من الرواية بأنه رشاش آلي استهدف فخري زادة نفسه ولم يستهدف زوجته. وما وجدوا في داخل السيارة
كان الحارس وأيضا كان السائق. إذن نحن نتحدث عن عملية مختلفة تماما، نتحدث عن عناصر دخلت وخرجت ونفذت العملية، يعني سيناريو فيه الكثير من علامات الاستفهام. الأستاذ وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني من لندن، شكرا لك. مرة أخرى إلى بروكسل إلى الزميل نور الدين الفريدي، حيث تنطلق الآن الاجتماع أو ينطلق الآن الاجتماع الخاص بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وهو الاجتماع التحضيري الذي سيسبق القمة التي ستعقد الخميس والجمعة القادم، وتتصدر قضايا الشرق الأوسط وشرق المتوسط تحديدا هذه القمة. هذه صور مباشرة كما تشاهدون لمقر هذا الاجتماع الخاص بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. أعود مرة أخرى لزميل نور الدين الفريدي، أهلا بك نور. هل من بيانات صحفية كنا نشاهد منذ قليل جوزيب بوريل المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي يتحدث، وأيضا هايكو ماس كان يتحدث قبل دخولهما إلى قاعة الاجتماعات، هل من معلومات؟ جوزيب بوريل قال من أنه يعني طلب من الوزراء أن يراجع، أن يقوم الوزراء بمراجعة الموقف الأوروبي والتوصل إلى تقييم مشترك في نهاية مباحثات اليوم، وهذا التقييم سينقله إلى الوزراء. وتحدث عن وجود آليات في حوزة الاتحاد الأوروبي إذا ما فشلت وتوصلت القمة إلى الاستنتاج من أن الجهود الدبلوماسية لم تثمر، وأن الحوافز التي قدمها الاتحاد الأوروبي رفضتها أنقرة، فإن الاتحاد الأوروبي حسب جوزيب بوريل والمسؤولين الآخرين يمتلك أدوات الرد على تركيا، وهذه العبارة تعني من أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتفعيل آليات العقوبات ضد تركيا. لكن هذه العقوبات لن تعلن بشكل رسمي اليوم، حتى وإن كان المعروف أن الوزراء سيبحثون هذه الآليات، وإنما يتركون القرار النهائي، يحيلون القرار النهائي إلى القمة وربما إلى المباحثات التي سيجريها القادة، خاصة بين ليلة الخميس الجمعة، والعقوبات تقريبا جاهزة. نعم. ليس هناك من أي إضافات، لأن قبرص قدمت منذ أسابيع قوائم في الكيانات التي تعتبرها مسؤولة عن انتهاك سيادتها وسيادتها ومياهها الإقليمية. هذا الشأن. بقي أن هناك ربما نقطة استفهام، إلى أي مدى سيتجاوب الدول الأوروبية مع طلب اليونان في مسألة وقف تصدير الأسلحة، باستثناء اليونان التي تحدثت عن الأمر، وربما قبرص، وإلى حد ما فرنسا. لم نقرأ، لم نستمع إلى دولة أوروبية تساند السعي اليوناني في اتجاه حظر الأسلحة الأوروبية عن تركيا. يشار هنا إلى أن ألمانيا هي المزود الأوروبي الأول من حيث تصدير الأسلحة لتركيا، تليها إيطاليا. أيضا يشار أيضا إلى أن إسبانيا، القطاع المالي والقطاع المصرفي الإسباني له علاقات متشابكة مع الاقتصاد التركي. في هذا الظرف بالذات ربما هذه المعطيات ترجح أن العقوبات لن تكون شاملة، وإنما ستكون قطاعية تستهدف بشكل أساسي قطاع التنقيب وما والقطاعات الفرعية التي تتصل به. نعم، الشركات التي تقوم بالتنقيب، السفن، البنوك التي تمولها، منع دخولها أو مرورها للموانئ الأوروبية، ربما هذا هو المتوقع في العقوبات في مرحلتها الأولى. زميل نور الدين الفريدي مراسل عربية من بروكسل، شكرا لك نور. اتهم القيادي بحركة الشعب والنائب عن كتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي سالم الأبيض، اتهم النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة الداعم لحركة النهضة محمد العفاس بتجنيد الشباب التونسي لصالح المخابرات التركية وإرسالها للقتال في سوريا. وقال الأبيض خلال جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة موازنة الدولة إن العفاس كان يأم الناس في المساجد لإرسال الشباب إلى المحرقة على حد وصفه، مقابل حصولهم على 30,000 دولار، لأن هذا كان يخطب في المساجد وكان يجدد الناس لصالح المخابرات التركية والأمريكية وغيرها من مخابرات العالم، ويهزوا فيهم يقاتلوا ب 30,000 دولار، وكان يدفع عليهم. السيد هذا يجي يتكلم على حركة الشعب اللي هي حركة وطنية مدنية ملتزمة بالدستور، عندها تأشيرة، هو ما عندهش تأشيرة.
تواصل القوات التركية عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار في تل حلف في ريف الحسكة، حيث استخرجت قطعا أثرية وفخاريات تعود للألفية السادسة قبل الميلاد من الموقع الذي تتمركز فيه أعلى التل الأثري، وتشمل المنطقة وفقا لمنظمة يونسكو معالم أثرية لعدد من المساكن والمعابد الوثنية والكنائس والأحواض والحمامات التاريخية. وكان المرصد السوري قد كشف في شهر نوفمبر عن عمليات البحث والحفر عن آثار ضمن أحياء المحطة والكنائس في مدينة رأس العين بريف الحسكة. ومن مدينة كامبرتي البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد رامي. هذه الأعمال الحفرية للبحث عن الآثار، كيف ستتعامل معها منظمة اليونسكو؟ هذه أعمال تعد اعتداء على التاريخ والثقافة، ماذا نتوقع؟ نعم، صباح الخير. ولا تزال حقيقة الأمر مستمرة، ولا تزال بيانات المرصد ووثائق المرصد ترسل لهذه المنظمات الدولية ولغيرها من الجهات الدولية على عملية سرقة الآثار. نتحدث الآن عن آثار تل حلف، تحدثنا قبلها عن آثار داخل مدينة رأس العين، وقبلها عن آثار قرب تل أبيض، وقبلها عن آثار عفرين ومواقع في إدلب، وأيضا آثار حتى آثار الغوطة الشرقية وآثار جوبر لم يعني تسلم من السرقة التركية عندما نقل فيلق الرحمن آثار جوبر باتجاه عفرين ومن ثم أدخلها إلى الأراضي التركية، وقبلها حقيقة الأمر آثار تدمر أيضا التي سرقها داعش وأرسلها إلى مناطق ما تعرف الآن بمناطق درع الفرات، ومن ثم بيعت في الأراضي التركية. لذلك أقول هناك الكثير من الحقائق والوثائق والمعطيات على سرقة تركيا التاريخ السوري مثلما تحاول الآن سرقة الحاضر السوري. الأمر أمام المنظمات الدولية، هل المنظمات الدولية هذه سوف تعمل على فضح هذه الانتهاكات التركية بحق الآثار السورية؟ لا يقول لي البعض بأن الحكومة التركية لا تتحمل، الحكومة التركية تتحمل لأن هذه الآثار تسرق من داخل الأراضي السورية وتباع داخل الأراضي التركية، ولكن أيضا بالنسبة لرأس العين وتل حلف وعفرين تسرق برعاية الجيش التركي وبعلم الضباط الأتراك، تسرق هذه الآثار وبمشاركة أحيانا من الضباط الأتراك تسرق الآثار السورية وتباع في الأراضي التركية. نحن نتحدث من الناحية الجغرافية عن منطقة أثرية في شمال شرق سوريا وفي شمال غرب سوريا، وهذه المناطق معتمدة تاريخيا أساسا من منظمة اليونسكو، وبالتالي أعيد السؤال مرة أخرى، هل كانت هناك تحركات إلى منظمة اليونسكو للتعامل مع هذه التجاوزات؟ نعم بشكل قطعي، يعني قبل أن ننشر الأخبار إعلاميا ترسل إلى اليونسكو، ترسل إلى كافة المنظمات الدولية وإلى الخارجيات الغربية، لكن أقول لك لا يوجد أي تحرك حقيقي حتى الآن من قبل منظمة اليونسكو. على ما يبدو أردوغان حتى اللحظة لا يزال في بعض الأحيان الطفل المدلل للمنظمات الدولية خوفا من استغلال ملف الإنساني وملف اللاجئين السوريين داخل الأراضي التركية. نعم، الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا لك. قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري بعد استقالته إن إدارة الرئيس ترامب لم تكن قادرة على تحقيق أهدافها الثلاثة التي وضعتها في سوريا، والمتمثلة في الانسحاب الكامل للقوات الإيرانية من سوريا والهزيمة لتنظيم داعش وحل سياسي للأزمة. جيفري لفت في مقابلة لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الولايات المتحدة والتحالف تمكن من حرمان رئيس النظام السوري بشار الأسد من تحقيق المكاسب ميدانيا، منوها إلى أهمية دعم المنظمات الدولية في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على الأسد اقتصاديا حسب تعبيره، إلى جانب تعاون أعضاء جامعة الدول العربية الذين وافقوا على الحفاظ على العزلة الدبلوماسية للحكومة السورية. جيفري شدد على أن روسيا يجب أن تقابل التفاوض بجدية وبالحلول الوسط للخروج من المستنقع، لافتا إلى أن التحدي الذي يواجه إدارة بايدن هو إقناع روسيا وإيران بقبول التسويات التي من شأنها أن تضع حدا لإراقة الدماء في سوريا.
شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على أهمية تجاوز أي أزمة في البلاد بالحكمة والعمل الجماعي من أجل خدمة حاجات شعب السودان ورفع المعاناة عنه. البرهان قال إن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية جاء لتمكين أجهزة الدولة من التركيز على حل مشكلات الناس والمساعدة في دعم خطط إنقاذ البلاد، وشدد على أهمية إعادة النظر في ترتيب مهام وهيكلة مجلس شركاء الانتقالي، وذلك استجابة لطبيعة وجهات النظر المستجدة لأطراف عدة. كما أكد البرهان على أن المكون العسكري النظامي التزم وسيواصل احترام الوثيقة الدستورية التي توافقت عليها الجهات كافة، وسيعمل بكل قوة داخل أي تشكيلات تخدم استقرار الانتقال. اندلعت تظاهرات في ناحية بير ماكرون شمال غرب محافظة السليمانية بالعراق، حيث طالب المحتجون خلالها بدفع الرواتب المتأخرة وتوفير مزيد من الخدمات. وأفادت مصادر عربية أن المحتجين أضرموا النيران في مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي إليه الرئيس برهم صالح، فيما حصر المحتجون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني محاولين اقتحامه، إلا أن حراسات المبنى المشددة حالت دون اقتحام مقر الحزب. وينضم إلينا من إربيل أحمد الحمداني مراسل عربية. أهلا بك أحمد، هل يمكن أن تضعنا في الصورة الآن حول تطورات هذه الاحتجاجات والاقتحامات التي تمت؟ عاد الهدوء إلى السليمانية، ولكنه هدوء حذر وانتشار أمني مكثف في المناطق التي شهدت حراكا شعبيا أمس. المنطقة الشمالية الغربية من بير مكرم ومن السليمانية، وأيضا في أسواق السليمانية. وطبعا هذا الهدوء طبعا كما ذكرت هو حذر، وأن هناك طبعا على ما يبدو انتشار، على ما يبدو أن الانتشار يفيد أو أنه يعطي إشارات أن لا تظاهرات إلا بعد استحصال رخص من قبل الأمن الكردي. هذا طبعا في المناطق. وطبعا المظاهرات خرجت كما هو معلوم على خلفية تردي الوضع المعاشي في المنطقة، وأن مشكلات بغداد وأربيل أخذت على طبعا تداعياتها تنسحب على مناطق شعبية في السليمانية، وأنهم يشكون عدم استلام مرتباتهم وقرار بغداد في قطع الميزانية وقطع التمويل عن مرتبات أقليم كردستان هو ربما يكون السبب الرئيس في هذه الاحتجاجات الشعبية التي تظهر فترة وتختفي فترة وتختفي فترة أخرى في هذه المحافظة السليمانية. الزميل أحمد الحمداني من إربيل مراسل عربية، شكرا لك أحمد. اختار رئيس المنتخب جو بايدن المدعي العام لولاية كاليفورنيا خافيير بيسيرا البالغ من العمر 61 عاما وزيرا للصحة، ليكون أول لاتيني يترأس وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. وسيقود بيسيرا عضو الكونغرس السابق وزارة الصحة في الوقت الذي تكافح فيه للتصدي لعودة فيروس كورونا بشكل واسع، بما في ذلك الإصابات القياسية، وعدد يومي من الوفيات تجاوز 2000 في الأيام الأخيرة، كما تستعد لبذل جهد كبير لتطعيم الأمريكيين ضد الفيروس. أطلقت شركة سبيس إكس مركبة الشحن الفضائية كارغو دراغون إلى محطة الفضاء الدولية، وهي المرة الأولى التي تمتلك فيها الشركة كبسولتين في المدار في الوقت نفسه. 3 2 1. Liftoff of the Falcon 9 and upgraded Cargo Dragon, the first cargo capsule to dock to the International Space Station. There is the fourth successful landing of this Falcon 9.
Dragon separation confirmed. Cargo Dragon is now flying free on its own, continuing its journey to the International Space Station.